صباحكم سعيد من جديد، وخلينا ننتقل لحسن ابو عساف الموجود معنا بالاستوديو. حسن صباح الخير، كيف؟ صباح الخير الكساندرا، وصباح الخير للزميل مجحم العدواني، ومشاهدينا الكرام اسعد الله صباحكم من خلال برنامج يوم جديد. طبعا سنتعرف معكم على الحاله الجويه المتوقعه لليوم الاثنين. سيطرا انخفاض على درجات الحراره، وسيكون هناك ظهور للغيوم على ارتفاعات منخفضه. طبعا في ساعات المساء ستتكاثر الغيوم تدريجيا لتصبح غائمه جزئيا، ويحتمل سقوط زخات من المطر في ساعات المساء. حركه الرياح ستكون شماليه غربيه معتدله السرعه. أما الآن أعزائي المشاهدين، ننتقل معكم نتعرف على درجات الحرارة في مختلف محافظات المملكة. والبداية من إربد، تسجل العظمى 19 درجة مئوية، في عجلون 16 العظمى، جرش 17، المفرق 21 درجة مئوية العظمى. بالانتقال إلى درجات الحرارة في الأغوار الشمالية 26 أجواء دافئة، الوسطى 27، السلط 21 العظمى، عمان العاصمة 20، في الزرقاء 22، الموقر 20 درجة مئوية، في مادبة 19 درجة مئوية العظمى. بالانتقال إلى درجات الحرارة في الكرك، تسجل العظمى هناك 19 درجة مئوية، في الأغوار الجنوبية 29. أما درجات الحرارة في الطفيلة، تسجل العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 9 درجات، في الشوبك 15 درجة مئوية العظمى، الصغرى 5، في البتراء 18 العظمى. بالانتقال إلى خليج العقبة، تكون العظمى هناك 26 أجواء دافئة. بالانتقال إلى معان، تكون درجات الحرارة هناك 22 درجة مئوية العظمى. أما الجفر 23 درجة مئوية العظمى والصغرى 9. بالانتقال إلى الأزرق، تكون درجات الحرارة هناك العظمى 24، وأخيرا في منطقة رويشد 24 درجة مئوية العظمى. الآن أعزائي المشاهدين، إلى درجات الحرارة في محافظة العقبة، تسجل 20 درجة مئوية العظمى وأجواء دافئة في مدينة العقبة. بالانتقال إلى الحالة الجوية للأيام الثلاثة القادمة، طبعا اليوم الاثنين 20 درجة مئوية، سيكون هناك حالة من عدم استقرار في ساعات المساء واحتمال تساقط زخات من الأمطار. أما يوم الثلاثاء ستتكاثر المملكة بكتلة هوائية باردة نسبيا ورطبة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، سيكون هناك تساقط للأمطار، العظمى ستكون 16 درجة مئوية. أما يوم الأربعاء، تسجل العظمى 15 درجة مئوية والصغرى 8 درجات. الآن أعزائي المشاهدين، ننتقل معكم لنتعرف على أخبار الطرق وحركة السير في عمان العاصمة من خلال كاميرات المراقبة التابعة لمديرية الأمن العام. نلاحظ معكم بعد قليل الآن الشاشة، طبعا نشاهد معكم دوار الداخلية وأيضا شارع الجامعة، وأيضا كما نلاحظ هنا في أزمة في منطقة دوار الثامن باتجاه من السابع باتجاه الثامن، وأيضا نلاحظ هنا في الدوار الثالث أزمة مرور بسيطة ولكن حركة مرور نشطة بالاتجاه المعاكس. الآن أعزائي المشاهدين، ننتقل معكم إلى إذاعة الأمن العام، نتعرف معهم على آخر أخبار الطرق وحركة السير في الطرق الخارجية. طبعا كما عرفناكم أعزائي المشاهدين، عرفناكم على الحالة الجوية ليوم الاثنين، وتعرفنا على أخبار درجات الحرارة في مختلف محافظات المملكة. والآن ننتقل إلى الرائد وصفي الدهوني من إذاعة الأمن العام. صباح الخير. الرائد وصفي الدهني من إذاعة الأمن العام، صباح الخير. مشاهدينا على جوردن أمن تي في، وأيضا على شاشة الوطن شاشة التلفزيون الأردني، الله يصبحكم بأنوار الأمي. زميلنا الأستاذ حسن أبو عساف من شاشة التلفزيون الأردني، صباح الخير. صباح الخير زميل الرائد وصفي الدهني، يعطيك العافية، وأيضا صباح الخير للمستمعين الكرام من خلال إذاعة الأمن العام. سيدي الهواء معك، تطلعنا على آخر أخبار الطرق وحركة السير في الطرق الخارجية. نعم، إذا صباح الخير مرة أخرى لكل إخواننا المنتشرين على طرقات هذا الصباح حماة الغد، وبدنا نصبح بالخير على زملائنا من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، ومن هناك زميلنا الملازم أشرف بن رشيد. أخوي أشرف صباح الخير. صباح الخير وصبيك وكافة إخواننا المستمعين وأيضا المشاهدين على شاشة التلفزيون. نعم، يعني ملازم أشرف الصبيحة ولغاية هذه اللحظة الآن نتبلغ عن وجود ضباب وانعدام للرؤية على الطرق، على الطريق الصحراوي وأيضا طريق مأدبة باتجاه عمان،
وطريق إربد باتجاه عمان أيضا، وطريق المئة أيضا طريق الزرقاء بوجود ضباب كثيف وانعدام أو شبه انعدام للرؤية. يا ريت يعني برسائل توعوية لإخواننا السائقين اللي بيسمعونا الآن وبيشاهدونا على شاشة التلفزيون الأردني. تفضل يا سيدي. صحيح سيدي، يعني وصل لك صباح الخير وكيف اخواننا المشاهدين على التلفزيون الأردني. يعني بخصوص الأحوال الجوية، يعني من ساعات الصباح تشهد الاستقرار الجوي في تشكل، يعني يتراوح ويتفاوت من منطقة لأخرى. يعني الآن قبل قليل بتبلغنا دوليتنا منطقة طريق المطار أيضا من جامعة الإسراء باتجاه الجيزة باتجاه منطقة ريمبا، يعني منطقة ريمبا تكسر فضيفة الضباب، يعني مدى الرؤية يصبح 10 متر أحيانا. تمام. يعني تصل تدني مدى الرؤية لغاية 10 متر. شارع الأردن كان فترة صباحية 100 متر، الآن يعني بلش بالانقشاع، يعني بلشت الحركة يعني والرؤية أصبحت أوضح. أيضا طريق الصحراوي أصبحت الآن الرؤية أوضح لغاية يعني من سواقة لغاية العقبة، يعني الحمد لله الآن الرؤية واضحة. ايضا طريق باير كانت يعني فتره صباحيه مدرويه 100 متر، الان اصبحت رؤيه واضحه انقشاع الضباب. فقط منطقه المطار يعني اكثر شيء، وايضا شارع الميه اللي تتك يعني تتاثر منطقه الضباب الان. بخصوص منطقه الضباب، يعني معروف يعني وصوبيك يعني دائما بعدم تشغيل الرباعي نهائيا، يعني الطقه الاولى دائما هي اكثر شيء يعني من اكثر من الضوء الامامي يعني البديل، دائما تخفيض السرعه قدر الامكان الحد يعني الادنى، يعني كل ما زادت كل ما انخفضت مدى الرؤيه خفض سرعتك اكثر. يعني الزجاج والمرايا يجب ايضا ان تكون دائما نظيفه للمشاهد امامك، وعدم وترك مسافه امان اللي بنكد عليها دائما فترات الضباب، ترك مسافه امان كافيه، يعني اذا كانت نصف متر بعيدها لمتر، دائما اترك مسافه الوقوف على اي مسرب مسار بالطريق يعني نهائيا فترات الضباب. ولكن عندنا عده ملحوظات ورسوميه، كان اسمح لي بخصوص مناطق التحويلات، يعني تشهد طرقنا الخارجيه الان عده تحويلات. يعني التحويل الاولى معروف يعني منطقه السلطاني التحويل الان يعني معروفة منطقة سلطانة، تحويله بلشت من يوم الخميس، تم إغلاق المسرب القادم من الجنوب باتجاه عمان، ليصبح المسرب القادم من عمان باتجاه الجنوب باتجاهين. يعني كافة إخوانا، يعني التحويله طوله 7 كيلو، يعني كافة إخوانا بيسوي طريق صحراوي بتم يعني بتأخذ الحيطة والحذر أثناء التعامل أثناء المرور داخل التحويله. التحويل الثاني أيضا على الطريق الصحراوي ما بعد جسر عنيزة باتجاه الجنوب، منطقة الواقع ما بين المحمدية والهاشمية، منطقة عمان، المسافة حوالي 3 كيلو سيدي. ايضا نفس الشيء، يعني تم اغلاق المسرب القادم من الجنوب باتجاه عمان، ليصبح المسرب القادم من عمان باتجاه الجنوب باتجاهين. تم تاثيث منطقه التحويله بالشواخص والعلامات الارضيه بالشكل الصحيح، وايضا الفتره الليليه تم تعزيز التحويلات، يعني وضع الدوليه بدايه التحويله ونهايه كل تحويله الفتره الليليه. يعني كافه يعني اخواننا اللي بيصرفوا داخل منطقه التحويله يتطلب بكافه اخواننا داخل تحويلات التزام اكثر لوجود تحويلات خلال التزام بالسرعه المقرره داخل التحويله. ايضا منطقه سيل جرش سيدي، الان بخصوص تحويل سيل جرش، يعني وصل بيك تم اغلاق المسرب الايمن المحاذي للمحطه الان يعني اليوم الامس بالكامل بشكل كامل. يعني اخواننا بيسوقوا طريق ابن عمان، تم اغلاق المسرب الايمن المحاذي للمحطه بشكل كامل من اجل رتم التحويل القديمه، معروف التحويل القديمه من قبلك وصل بيك للتحويل طالع نازل. صحيح. الان تم يتم رفعها على مستوى الشارع والطريق الان. يعني الان الطريق باتجاه اربد عامل المسربين، المسرب القديم عامل المسربين، يتطلب يعني كافة اخوانا كابلغنا الالتزام داخل مناطق التحويلات بشكل كامل داخل التحويلات، دائما قواعد قانون السير التنقل على الطرقات، وايضا التزام بالمسارب والسرعات وعدم استخدام الهاتف النقال، وايضا مخالفات التحويلات. يعني سمعت خلال الفتره الصباحيه ايضا يوم الامس كان في عندنا حوادث مدنيه وصوليك على للاسف صحيح، يعني سواء كانت في الطفيله ولا على طريق شويعر، يعني والله تقشعر الابدان من هذه الحوادث، وتقشعر الابدان ايضا يعني عندما نسمع حوادث. يعني اخوي اشرف كان يعني في الفتره الصباحيه تقريبا 10 الا ربع يوم امس صباحا، كان تقريبا الحادث اللي على طريق الشوير كما اسلفت في منطقة الأزرق، يعني 6 وفيات أو 5 وفيات. خمس وفيات وللأسف تامن كان في شكرا الرائد وصفي الدهني من إذاعة الأمن العام، جهودكم مشكورة، وشكرا لفريق العمل أيضا. طبعا مشاهدين الكرام، هذه كانت فقرتنا الصباحية معكم، نذكركم بالحال الجوية اليوم، انخفاض درجات الحرارة وتساقط الأمطار في ساعات المساء، وأيضا يوم غدا سيكون هناك تساقط للأمطار ومنخفض جوي، وأكيد سنطلعكم على آخر التطورات على الحالة الجوية من خلال برنامج يوم جديد. والآن نعود إلى الزملاء مجحم وألكسندر لاستكمال برنامج يوم جديد. عودة لكم زملائي. نعم حسن، أشكرك دائما على هذا الربط المباشر.